احوالكم طيبه، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الشهر مبارك، الله يدخلوا علينا بالصحه والهنا وطولة البال وباش ما بغيتو تمنيتو. اليوم بنيتي جد بغيت نقاسم معاكم واحد كيفاش تخرجوا الزبده من الفراش. كيفاش نديروا زبده بلديه من الزبده بلديه؟ كيفاش زبده بلديه منزليه؟ دابا بليت ملي كنجيبو الحليب كيبقى كلشي كيحيد ديك الفريره ما كتجمعها. دابا هادي راه مده شهر وانا كنجمع فيها هادي الفريره، ملي كنفاقد الحليب وكنحطو يرتاح وكنجمعها بالمغرف وكندير فيها السويبيرات، هادو راه مده شهر وانا كنجمع فيهم. كدير في الفريكو باش تبقى كندير في الفريكو باش تبقى مزيانه. يلا بسم الله على بركه الله، غنوري بنيكاتي كيفاش يديروا ليها، كيفاش يخرجوا منها الزبده، كيفاش يخرجوا منها الزبده. زبده بلديه باش هي اول خطوه غادي ديري. اول خطوه غادي نفرغ هاد الفريره هنايا مولينيكس. ها هي دابا الحليب تبارك الله عامه فريره، حليب ديال المقرب ماشي حليب ديال الحانوت. تاع ديال السنطره هو فيه مال السنطره ما فيهش ضيع. احنا ملي كنديروا الحليب كيبقاو يحيدوا الفريره، كيبقاو يحيدوا فيها اللي درنا الفلو يبقاو يحيدوا فيها، ايوا لا ما نجمعوها ونقضيو بها شغل. هانتو نيتو غادا ندير الماء، شويه ديال الماء، شويه ديال الماء باش غادي يحقن الماء ديالو وحنا كنحبس باش متخسرش ليا الماكينة. ودابا ملي غادا نبقى نطحن طحن طحن حتى تبان ليا راه بدات كتجمع، غادا نزيد شوية الما سخون. ملي تبان ليكم الشوكة راه كتبدا تفارز زيد شوية تاع الما سخون، بس سخون دغيا دغيا تدير دغيا تجمع دغيا تجمع. دابا انا غادا نزيد مية سخونة وغنتلاقى مع بنيكاتي نزيد طحن شوية غنتلاقى معاكم باش نوريكم كيفاش. بقيت غتخسر لبقيت شاده الطحين براسها غتخسر ليا الماكينه. هانتوما بنياتي دابا ها الزبده هاهي جمعت لينا، شتوها هانتوما شتوها هانتوما. راه كتبغي الطحين، راه كتبغي الطحين، ماشي تقولي الطحن مره وجوج وتقولي انا سالسه، راه حتى تبغي الطحين ودرت ليها ميه سخونه شويه دافيه ولا شويه الماء سخون. حقاش الحليب هذا الفريره كان في فريكو بارده، درت ليها شويه الماء سخون باش تجمعت. هي دابا شنو غديري ليها؟ دابا غادي نصفيها. يلا هانتوما شوف شوفوا تبارك الله هانتوما راه حطات تبارك الله داك الكميه. وي راه تبارك الله راه كيمديرو الحسابية. ودابا ملي غتصفى شنو غادا ديري ليها من بعد اخي؟ نصفيو نغسلها نصفيو. يلا ها كوليا ناكلو. ها راه كتكون مع السخونيه. هانتوما شوفوا تبارك الله هانتوما هانتوما وهاد العيشة تضيع في هذاك هو كي قالت يبقاو يلوحو فيها ما تضيع. ها اللهم تجمع هانتوما وراك احترافية في هادشي.
مالي ما عرفش انا كنت باغا نصيب الزبده نصنار وانا كنخض فيها وما بغاش تصيب ليا. وعبوديزه عبوزه بقيت ديها وجيبها ديها ورا في البوديزه ما بغاش تصيب ليا. قلت زعما نجرب ساعه. ايه جرب. حتى هادي راه البينه تصفق راه تاكل هادي تقول على البنادة البنادة راه جاري. هاذا هانتو البنات وعلاش مال هاد هانتو هادي ماشي كمية ها هانتو هانتو دابا انا غادا نغسلها غنوري بنياتي كيفاش يديروا ليها. ايوا دابا بغات حتى طحت على تاع المغرب والله الا دابا من تسانا غادي نغسلها وعدنا بسم الله هانتوما شوف شوفوا تبارك الله شحال انت تكون كمية غرام ولا كثر لي الراس ديش طراب عندي لي عليها هادي دابا كتغسليها اه نغسلها دابا تحيد من ودابا اللي بغى يردها سمن شي يدير ليها اللي بغى يردها بالزعتر و... راني مطيب باش قلت الزعتر وداك غادي نديرها ندير دابا مع ريحة الربيع انت ما تاكليهاش بالربيع دابا دايره ليها شوية انا غنخبط نجيبو شوية الزعتر والملح مطيبين باش غنغسلو بيه ونديرها في قريعة نخليها 15 يوم ولا 10 ايام تولي فيها ريحة ريحة الملح تولي شوية مالحة تجي زوينة كتبقى دابا تغسل تيحيد منها داك اللبن تيحيد منها اللبن ميبقاش فيها ميبقاش فيها اللبن بيض حنا حنا عزيز علينا هادشي تماركم تقول جلاق هادي حنا لا حنا إوا دابا هادي هاكي دابا شريتيها بشحال غتشريها ها هانتو هادي عشية إن شاء الله وحطها تاع البغري إن شاء الله خلي بعدها حتى رمضان هو جاي رمضان الصحة والسلامة اللي تاكلي في رمضان كاع ما تعرفيها منين جيت باقي غتعاوديها بالغسيل اه باقي فيه اللبن الزبدة راه بقى فيها اللبن كيدير دغا كتحمار تخسر ايوا هانتوما البنات عاونو امكم المراحية ما تساواش من البصمة من لايك ابوني لايك وابوني وتفعيل الجرس وشي كومونتير زوين ايه اللي بغى شي تساؤل راه يسول مرحبا اللي ما اللي زعما جمعت فراره وما ما عرفتش ليها ايه تسولني نعاود معاها المراحل من الاول لاخر شكيته مشكل ما كاين تمانيع والو ايه هانتوما شوف تاعت الله هادي مالها ها هانتو صافي دابا صالحة للاستعمال صافي دابا ها ايوا دابا قربيها شوية الكاميرا ها هي هانتوما البنات راها صفراء ما نقولش لكم على مزوينات واه من الزينات تشهي ها دابا ديال الربيع كتكون صفراء تشهي هانتوما ايوا غير جربوها على حسابي وعلى حساب امكم المراحيه على حسابنا بجوج ايوا هذا هو بنياتي كنت نتمناكم هذا رمضان ان شاء الله تحلاقوا وتجمعوا الفرارة كامل شهر تاع رمضان وتعيدوا بالعيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايوا ما تنساونيش باللايك وابوني والله يحفظ بنياتي ويعطيكم العون في خاطركم والسلام عليكم
يلا خوتي.